أجرى اللواء المتقاعد خليفة حفتر مجموعة تغييرات وترقيات في قيادات القوات التابعة له، وكان المجلس الرئاسي الليبي قد أصدر في وقت سابق أمرا لجميع الوحدات العسكرية بالتقيد بتعليماته فيما يتعلق بالترقيات العسكرية باعتبارها من اختصاصاته. وكان حفتر قال إن ما سماه بالجيش الليبي لن يخضع لأي سلطة باسم المدنية أو غيرها. يعيد اللواء المتقاعد خليفة حفتر هيكلة قواته المسلحة ويجري تغييرات في القيادات الأمنية شرقي ليبيا. الفكر العام للنقاط التدريبية تزامنا مع العيد الوطني للجيش. ميكانيكية وإبرارها قام بإعادة ضباطه من أنصار النظام السابق المتهمين بارتكاب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان وفق منظمة العفو الدولية، وذلك ضمن التشكيلات المسلحة التابعة له. كلف عبد الله الثاني بالإدارة السياسية في قواته المسلحة الذي عرف بشخصيته المتماهية مع توجهات حفتر في بنغازي. ورغم ما يحك ضد جيشكم من دسائس ومؤامرات، يبقى جيشكم وسيظل شامخا صامدا لا تهزه الرياح ولا عصير، ومهما بلغت حنكة الكائدين وتألقهم في المراوغة والتحايل والخداع باسم المدنية أو غيرها، فلن يكون جيشكم خاضعا لأي سلطة. يعد البعض تعيينات حفتر الأخيرة رفضا واضحا للتفاهمات بين القوى الليبية في الشرق والغرب، والتي تمت برعاية إقليمية ودولية لتوحيد المؤسسات السياسية والعسكرية في البلاد. وهو الذي رحب في ذات المناسبة بفتح الطريق الساحلي الذي يربط الشرق الليبي بغربه. في خطابه شدد حفتر على ضرورة إخراج القوات الأجنبية من البلاد لتنفيذ مخرجات التفاهمات السابقة بين أطراف الصراع الليبي. ربما هي محاولة جديدة لتدوير الأزمة دون حلول حقيقية تضع ليبيا أمام مفترق طرق جديد تعيق فصول الأمن والاستقرار المقترحة وربما تقطع الطريق أمام نهاية الصراع. وينضم إلينا من مصراتة العميد ناصر الجايد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي فرع المنطقة الوسطى. مرحبا بك. إلى ماذا تؤشر طبيعة التغييرات والترقيات التي حصلت اليوم في صفوف القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، وما حقيقة أنها تضم شخصيات محسوبة على النظام السابق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أختي الكريمة ومشاهديكم الكرام. نعم، هذه الحقيقة من رهصات مجرم الحرب حفتر من حين إلى آخر يريد أن يثبت بأنه لا زال موجود وأنه يتحدى كل السلطات الموجودة وأنه هو الحاكم الفعلي في ليبيا وأنه من يسير الأمور. يعني هذه الأمور التي قام بها من ترقيات وبعض الإجراءات التعيين لبعض الضباط هي حتى ولو يعني سلمنا بأنه قائد عام للجيش الليبي فهذه ليست من صلاحياته ولم تكن في صلاحيات أي حتى في عهد النظام السابق، هي عادة من صلاحيات القائد الأعلى وليست من صلاحيات أي قائد عام، ولهذا هو يخترق كل القوانين ويثبت بأنه لن يلتزم بأي أوامر تصدر إليه من الحكومة ولا تعني له الحكومة شيء، هو مجرد إثبات وجود لأنه موجود وأنه لا زال يعني قوي وأنه يستطيع أن يفعل ويفعل، وهذا هو الأمر يعني كله يعني ليس أكثر. ولكن ألا توجد دلالة لكل هذه التغييرات والترقيات قبيل الانتخابات المرتقبة في ديسمبر المقبل؟ نعم، هو حفتر حقيقة هو عبارة عن يعني واجهة لبعض الدول التي لا تريد استقرار لليبيا، يعني هذه الدول تدعم هذا المجرم حتى يستمر في هذا الأمر لعدم يعني لن تستفيد من استقرار ليبيا، ولهذا هي تحاول بقدر الإمكان
يعني عرقلت الاستقرار في ليبيا بطريقة غير مباشرة، حتى توهم العالم بأنها لا تفعل ذلك، وهي الحقيقة تدعم وتقوم بالدعم. وهذا الشو الإعلامي للجيش الذي موجود وهو غير موجود في أصل على أرض الواقع، كله عبارة عن يعني دعم من بعض الدول التي لا يهمها استقرار ليبيا ولا تسعى إلى استقرار ليبيا، وبهذا عاد تم تشوش على أي حكومة تحاول حتى دول المجتمع الدولي أن أن تكون موجودة في ليبيا ويكون ضد لها هو هذا المجرم. كيف ستتصرف حكومة الوحدة الوطنية تجاه هذه الخطوة من جانب حفتر؟ الحكومة الحقيقة اليوم أصدرت بيان رسمي بأنها ترفض هذه الترقيات وهذه التعيينات، وأن ليس من حقه أن يعين وأن يعني يرقي ضباط وغيره. صدر بيان من القائد الأعلى للجيش الليبي اللي هو بصفته الحكومة الليبية، واتخذت هذه الإجراءات، ويفترض أنها تتخذ إجراءات يعني صارمة في هذا الأمر. يعني ما نوع الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة، وكيف سيؤثر ذلك على المسارات الثلاث، المسار العسكري والسياسي والدستوري؟ لا، هي الحكومة الحقيقة تحاول بقدر الإمكان أن تتخذ من يعني المسار السلمي بقدر الإمكان، ولكن هذه تجاوزات كبيرة، يجب أن تكون هناك حزم يعني في هذه الأمور، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، لأن هذا كله مخالف للقانون الليبي. كل ما تم يعني من قبل هذا المجرم، سواء كانت هذه الترقيات أو التعيينات أو حتى تحدي السلطة، هي كلها عبارة عن خروقات للقانون الليبي، القانون العسكري وغيرها، فيجب أن تتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحيث أنها تعاقب مثل هذه إذا استطاعت أن تفعل ذلك على مثل هذه الجرائم. يعني شكرا جزيلا لك من مصراتة، العميد ناصر الجايد، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي فرع المنطقة الوسطى.